بالنسبه للكيميكال ترانسليترز اوف الاوتونوميك، طبعا انا عملتها في جداول مقارنه عشان نلخص الموضوع بطريقه سهله. اسيتايل كولين ونور ادرينالين، ازاي بتصنع اسيتايل كولين؟ هو كولين مع اسيتايل كو اي هيعمل لي اسيتايل كولين. الحته اللي جايه دي سايت اوف ريليز، على فكره دايما ام سي كيو كل سنه وسؤال نظري، يعني السنه اللي فاتت الحته دي جت اسيتايل كولين سايت اوف ريليز وجت في شكل نقط. هنا بقى ليست، انا مش عايزك تشرح كل البري جانجليونيك بتفرز اسيتايل كولين سواء سمباثيك او بارا سمباثيك، فدي مهمه لان الريسبتور اللي موجود على الجانجليون هو نيكوتينيك ريسبتور لا يستقبل الا اسيتايل كولين. كل البوست جانجليونيك بارا سمباثيك لا تستقبل الا اسيتايل كولين. الاسيتايل كولين هو المحرك الاساسي للبارا سمباثيك اكشن. صم بوست جانجليونيك سمباثيك، وهنا دي الحته اللي دايما تيجي في الام سي كيو يلخبط الطلبه، يقول لك كل البوست جانجليونيك سمباثيك بيشتغل باسيتايل كولين اللي هو السمباثيك، تقول له لا. احيانا بعض البوست جانجليونيك اللي رايح للبلاد فيسلز اوف كورونري وسكيليتال ماسلز محتاج يشتغل باسيتايل كولين والسوات جلانز دايما عشان نعرق، احنا محتاجين نزود سكريشنز عاليه. باراسمباثيك هو المتخصص في زياده السكريشن، فكان السمباثيك بيستلف منه الكيميكال سبستنس بتاعه. الاكشنز اوف اسيتايل كولين، انا قلت انظر ما سبق باراسمباثيك اكشن واحنا قلناه. نيجي بقى لفكره الريسبتور اهي. انا جيت عملت ايه؟ حطيت في الورقه دي كل الاوتونوميك ريسبتورز. كتاب الاسم كان حاطط نيكوتينيك ومسكارينيك، دول التو ريسبتورز اللي بيستقبلوا الاسيتايل كولين في جدول، وحاطط الريسبتورز اللي بتستقبل الادرينالين والنور ادرينالين في جدول تاني. ده كان اسمه كولينرجيك ريسبتورز. وهنا عايزين نتفق اتفاق كسؤال نظري، اي سؤال هيجي لك في الامتحان اوتونوميك ريسبتورز قارن ما بين نيكوتينيك مسكارينيك او الفا وبيتا، الاجابه خمس نقط. انا عايزكم تركزوا، انا هقولها ازاي بطريقه مقنعه والكلام ده هو اللي مكتوب. واحد، مكانه فين؟ يبقى سايت. رقم اتنين، بالريسبتور ده انواعه ايه؟ طبعا ده اذا كان كنت تعرف الانواع اللي هي التايبس. اهم نقطه هو الاكشن بتاعه، الاستراكشر بتاعه ايه؟ يبقى دي النقطة التانية، يبقى هنسد الكلام ده. سايت، ستراكشر، شكله ايه؟ ميكانيزم اوف اكشن، ازاي لما ترانسميتر يمسك فيه؟ هو هيشتغل ازاي؟ ناقص نقطتين، ستيميوليتد باي، بلوكد باي، مين الأدوية اللي تشغل الريسبتور ده؟ ومين الأدوية اللي تعمل له بلوك؟ يبقى خمس نقط، سايت، ستراكشر، ميكانيزم اوف اكشن، ستيميوليتد باي، بلوكد باي. نيجي بقى للسايت، نيكوتينيك ريسبتور موجود، علشان ارجوك ما تلخبطش نفسك. النيكوتينيك ريسبتور لا يوجد على اي اورجن. لا يوجد على اي اورجن يعني ايه؟ يعني نيورو ماسكولار جانكشن. اتصال النيرف بالمصل ده مش اورجن. جانجليا ده خلايا عصبيه، ده مش اورجن. ادرينال مضله ده مش اورجن. اما الماسكارينيك موجود على اورجنز، يعني ام 1 على البرين، ام 2 اكتشفوه على الهارت، 2 و4 سموث ماسل، ام 4 بنكرياس، وهكذا. استراكشر النيكوتينيك انا قلت اينو تروبيك او ايونو تروبيك. كلمه ايونو تروبيك يعني ايه؟ يعني الريسبتور ده يحتوي جواه على صوديوم اتشانلز. اول ما الاسيتايل كولين يمسك في الريسبتور من بره، البوابات اللي جوه الريسبتور تفتح فيدخل الصوديوم من بره لجوه، فيحصل دي بولاريزيشن. ايونو تروبيك دي عليها الدرجه، دي الطلبه الاوائل بقى. اما الماسكارينيك سربنتاين، يعني الريسبتور ده شكله سبايرال حلزوني، بيقطع الممبرين سبع مرات كانه سبايرال
شيء. طيب الميكانيزم انا قلت صوديوم انفلكس دي بولاريزيشن. طيب ستيمولييتد بار نيكوتينك يبقى ستيمولييتد بمين؟ نيكوتين سمول دوز. لقينا ان الدواء ده بيمسك في الريسبتور كانه اسيتايل كولين زي دكاتره البايو ما بيقولوا بالظبط كي اند لوك ثيوري في الانزيمز. فكره الانزيم والسبستريت بيمسكوا في بعض كويس. فهنا نيكوتين سمول دوز كانه النسخه الكوبي المقلده من المفتاح الاصلي. ومين مفتاح البيت الاصلي؟ اسيتايل كولين. بلوك ذا بار سمول دوز يبقى بلوك ذا لارج دوز. كوريري وهيكساميسون ماسكارين يبقى اسيتايل كولين ومسكارين يعملوا ستيميوليشن. اوعى تقول اسم الريسبتور بيوحي بالماده اللي بتشغله. بلوك ذا باي اتروبين اشهر حاجه تمنع الماسكارينك ريسبتور ان هو يشتغل وقلت لك على استخداماتها قبل العمليات. لان المعروف ان الاتروبين بيعمل ايه؟ بيعلي البلاد بريشر. فلازم قبل العمليه اعلي ضغطه عشان لو نزف اثناء العمليه الضغط يقل بالطبيعي. رقم اثنين قلت لك فندس اكزامينيشن فحص قاع العين. يعني ايه؟ عايز اشوف الشبكيه بتاعت العيان الراتنه حته جوه في العين خالص. يبقى لازم افتح البيوبل اوسع البيوبل. الباراسيمباثيك بيوبيلو كارس تريكتون. اما الاتروبين بلوك بارا سيمباثيك اكشن عند الماسكارينيك ريسبتور فيحصل العكس. والثالثه علاج القلق لان مغص معناها جي اي تي بيعمل كونتراكشنز كتيره انا عايز اقللها فدي دواء يقلل البارا سيمباثيك اكشن. طيب نرجع بقى للنور ادرينالين. انا كده قلت الريسبتور. النور ادرينالين على فكره طريقه تصنيعه مش عليك ان في نص صفحه في اول الكتاب تيروسين يتحول لدوبا لماده ثانيه ده في بايو سنه ثانيه. بس كل اللي عليك السنه دي في سنه اولى نور ادرينالين يتحول الى ادرينالين اللي هو باورفول ميتابوليك ماده قويه تعمل ميتابوليزم عالي. سايت اوف ريليز نور ادرينالين ده بيتفرز فين؟ اي بوست جانجليونيك سيمباثيك هي الماده الرئيسيه وادرينال مضله. في الام سي كيو عايز انبه على حاجه دكتور فاتن دايما تركز على النساء. النور ادرينالين طالع من الادرينال مضله بنسبه كام في الميه؟ خلي بالك بنسبه 20% بس كتوتال النور ادرينالين اللي في جسمك نسبته اعلى لان معظم كل البوست جانجليونيك سيمباثيك بتفرز نور ادرينالين. طب اما الادرينالين طالع من الادرينال المضله بنسبه 80% بس ال 80 دي لوحدها مش كفايه لانه ككل في النهايه نور ادرينالين بيطلع بنسبه اعلى. خلي بالك دي ام سي كيو. نيجي بقى للريسبتور في نور ادرينالين. فلو عملنا زوم على الجزء ده من الريسبتورز وانا حبيت احط كل الاوتونوميك ريسبتور في ورقه عشان الخص لك الفكره. عندنا الفا وبيتا ريسبتورز عشان ما تتلخبطش. الالفا نوعين الفا 1 والفا 2 والبيتا بيتا 1 وبيتا 2 قاعده لسه قايلها في اي ريسبتور. هنجاوب في كام نقطه؟ خمسه. مكانه فين؟ تحفظ الاماكن وانا كاتبها. لكل ريسبتور مكانه فين؟ على فكره المكان بيجي ام سي كيو. يعني ممكن دكتوره فاتن تقول لك النور ادرينالين ستيميوليت الهارت او بيزود الكارديك كونتراكتيفيتي عن طريق انهي ريسبتور؟ بيتا 1. لازم تكون عارف بيتا 1 موجود فين؟ بيتا 2 فين؟ وكل الالف ستراكشر. عملت سهم العرض قلت لك سيربنتاين معناها المسكرين وكل الالفا والبيتا سيربنتاين بيثبت. ميكانيزم اوف اكشن يعني ايه بقى ميكانيزم؟ ازاي الالفا 1 يشتغل بزياده الكالسيوم والالفا 2 بديكريز سايكليك ام بي اما البيتا 1 بزياده السايكليك ام بي عشان ما تتوهش. والسؤال ده اتسالناه بقى لنا سنين دكتور انا في نقطه مش فاهمها. البيتا 2 ده انهبيتور
المفروض انه بيعمل ريلاكسيشن، والبيتا 1 ستيمولاتوري يعني بيعمل كونتراكشن. ازاي واحد يعمل كونتراكشن واحد يعمل عكسه والاثنين بيشتغلوا بنفس الماده لما تزيد؟ قلت له اصل ده في البايو يتوقف على افينيتي اوف بروتينز. يعني ايه؟ البروتينات اللي موجوده في البرونكاي تختلف تماما عن البروتينز اللي موجوده في الهارت. البروتينز اللي موجوده في الهارت لو زاد فيها السايكليك اي ام بي تعملها اكتيفيشن، تشغلها زي ما البايو بيقولوا فوسفوريليشن بروتينز، تخلي البروتينز ده المايوسين والاكتين يقربوا من بعض ويحصل كونتراكشن. لكن العكس هو النقطه. وعشان ما تستغربش، زي بالظبط لما تكون قاعد في محاضره دكتور واحد بيشرح، في ناس فهمت وناس لا، الدكتور ده اعتبره سايكليك اي ام بي عايز ينقل فوسفيت للبروتينز اللي موجوده في الاورجن مايوسين واكتين. في طلبه فهمت واستفادت حصل لها اكتيفيشن، هم دول البيتا 1. وفي نوعيه ثانيه من الناس اتنقل لها نفس الفوسفيت نفس المعلومه بس ما جابتش نتيجه فحصل ريلاكسيشن. طيب ستيمولييتد باي لازم تكتب نور ادرينالين وادرينالين، بس في قاعده نحفظها مع بعض. النور ادرينالين يمسك فيه الالفا 1 اقوى على الفيستس، اما الادرينالين يمسك في البيتا 2 اقوى على السموث ماسلز والبرونكاي. دايما تلاقي الادرينالين برونكو دايليتور كفاءته اعلى، اما الاثنين يمسكوا بنفس الكفاءه على البيتا 1. بلوك ذا باي وستيمولييتد باي لازم تكون حافظ اسماء الادويه، مش هقولها في الفيديو عشان الوقت، ده حفظ بقى. طب ليه نحفظها؟ لان لو جالك جدول مقارنه بين الاثنين هنا الطلبه الاوائل تاخد الفول مارك. ليه؟ بلوك ذا باي قالوا لكم في المحاضرات ما تذاكرهاش، مش مهم. فينتولامين، يوهيمبين، اندرال، بيوتوكسامين، دي اسامي الادويه اللي بتعمل بلوك لكل ريسبتور من الالفا والبيتا. فكل الدفعه مش هتكتب دي، كله هيكتب ايه؟ سايت ستراكشر ميكانيزم ستيمولييتد باي. يجي على بلوك ذا باي ما هو مش عارف اسامي الادويه. لو سالت اي واحد في سنه اولى هيقول لك اتروبين اشهر من نار على العالم، كله عارف اتروبين، كله عارف كوريالي نيكوتين لارج دوز. هات واحد واساله تعرف الفينتولامين؟ تعرف اليوهيمبين؟ يبص لك باستغراب ويسيبك ويمشي، ايه ده؟ مين دول؟ هنا بقى السؤال بيبقى عليه كام درجه؟ 5 درجات. دكتور يا فندم بتحط درجه على كل جزئيه، انت جاوبت 4، الخمسه ما جاوبتهاش يبقى 4 من 5. ما احنا بنصلح بالطريقه دي، بطريقه بوينتس وعناوين. طيب ناقص لنا ورقتين ونخلص الاوتونومي. الورقه التامه دي ورقه سهله قوي، في حاجه اسمها سيمباسو ماي ميتكس. ماي ميتك يعني يشبه، هندي ادويه تشبه عمل السيمباسات. يعني ايه؟ يا اما ستيميوليتورز الفا ستيميوليتور، بص على الجدول، او بيتا ستيميوليتورز، دواء يشتغل زي الادرينالين والنور ادرينالين. طب سيمباسو ليتك عايز ادويه تقلل شغل السيمباسات، يبقى تعمل بلوك للالفا ريسبتور او بلوك للبيتا ريسبتور. ما ده فعلا فعلا مايميتك او ليتك. ليتك يعني كسر. باراسيمباثيك نفس الفكره، ماي ميتك ادويه تشبه عمل الباراسيمباثيك، يبقى نيكوتينك ستيميوليتور او ماسكارينيك ستيميوليتور. طب ليتك نيكوتينيك بلوكر او ماسكارينيك بلوكر. بس في نقطه سبتها عشان اركز عليها، انت عايز الادويه دي تشتغل زي السيمباثيك بالظبط، يبقى لازم تمنع تكسيرها. الاسيتايل كولين يا جماعه بيتكسر بكولين استيريز. السؤال ده انا اتسالته، دكتور انا محتار، ليه سموها استيريز؟ لان بين الاسيتايل وبين الكولين في رابطه اسمها استر بوند. احنا هنكسر الرابطه دي، لو كسرتها يبقى قللت
الشغل الاسيتايلكولين. لو ما كسرتش الرابطه دي يبقى اشتغل الاسيتايلكولين. كولين ستريس نوعين، ترو او سودو، ودي ام سي كيو. ترو اللي هو بيكسر حته معينه في الانزايم، سودو يكسر اي حته. المقارنه بين الاثنين هام ام سي كيو. كل واحد ده سبيسيفيك، الترو السودو ده يكسر اي حته نوت سبيسيفيك. السودو موجود فين؟ بلازما واماكن اخرى كتير. احنا نحب دايما البلازما. الطالب الشاطر يذاكرها ازاي؟ سودو اول حرف فيها بي، هي ما بتتنطقش. موجوده فين؟ بلازما. سودو في البلازما. طيب ده كولين استريز انزايم. طب في سؤال بقى مهم، انتي كولين استريز هم مين؟ نوعين من الادويه، ريفرسبل وان ريفرسبل. بسرعه يعني ايه؟ ريفرسبل معناها ان انا هكسر الاسيتايل كولين لفتره، بعد كده يرجع لطبيعته مره ثانيه ويتصنع. ودول المستخدمين في العلاج بايلوكاربين والايزي رين. عليك حرص، بتيجي ام اس كيو. يعني ايه الريفرسبل؟ معناها ايه؟ هنكسر الاسيتايل كولين للابد زي غازات الحروق اللي هي المور جازس او دي اف بي، ماده فعاله فيها، والانسكتسايد المبيدات الحشريه الباراسايد. اخر صفحه انا عاملها نوتس كفكره تجميعيه وجات من 3 4 سنين، علاقه السمباثيك والبارا سمباثيك امتى يكونوا كومبليمنتري. كلمه كومبليمنتري يعني نكمل شغل بعض. عشان اقولها بسرعه، الصلايفه دي اعتبرها زي كوبايه فاضيه. كوبايه، تخيل كوبايه فاضيه انت عايز تملاها بميه، جيت انت صبيت شويه ميه وزميلك كمل على اللي انت حطيته، في الاخر وصلت كوبايه دي محتوى معين. السلايفه هي جزئين، هي ميه وانزيمز. مين اللي يزود الووتر سكريشن؟ هو البارا سمباثيك، خلي بقك في ميه زياده. مين اللي يزود الانزيم كونتنت في السلايفه؟ هو السمباثيك. فالاثنين يكملوا بعض، ولكن الاثنين يتعاملوا مع بعض. كلمه كو اوبراتيف، نتعاون سويا في السكس اورجن. يعني ايه؟ دايما اي سكشوال ريليشن بين الراجل والست، البدايه اريكشن، الانتصاب. اريكشن يعني فاز دايلاتيشن اوف ميل جينيتال اورجنز، اللي يبتديها بار سمباثيك، واللي يساعده هو السمباثيك في النهايه بالايجاكيوليشن. الحته دي جت تقريبا 2011 او 2012. يقول لك سمباثيك اند بارا سمباثيك، ار كومبلمنتري اند كوبرتيف، وجنبها ديسكاس. والسؤال عليه 4 درجات، درجتين على الكومبلمنتري فين؟ مع شرح بسيط، ودرجتين على الكوبرتيف فين؟ اخر حته بقى اوربيلي افكت، عمرها لا هتجيلك لا نظر ولا ام اس كيو. طب يا دكتور غلاسه بتقولها ايه؟ دكاترة الأزهر بييجوا عندنا في الامتحانات الشفوي في آخر السنة، يجي يقول لك أوربيلي فينومينا. دي هما بيحبوها قوي في كتب الأزهر عندهم في الفسيولوجي. إحنا في المحاضرات ما اتقالتش، وأكيد دكتورة فاتن ما ركزتش عليها. طلبة دايما تسيب الحتة بقى بتاعت الأوربيلي دي في الآخر، والإفكت أوف هاير سنترز أون إتس سمباثيك. دكاترة الأزهر بيقولوها، ومعتقد إن طالب عين شمس عارف. وبصراحة بيبقى فيه شوية غيرة وحقد من طالب عين شمس وأحسن مننا في إيه؟ فيقول لك أوربيلي إفكت، ويتبسط لما يلاقيك أنت مش عارف مين أوربيلي ده؟ عالم إيطالي قال وقت الإكسرسايز يحصل لايبوليسيس، نكسر الفات لفاتي أسيد أز سورس أوف إنرجي. وفازو دايلاتيشن اوف سكيليتال ماسل ارتريولز. خلي بالكم الحاجات دي مهمه جدا. الحاجات دي هو اوربيلي، يعني اوربيلي اكتشف ما اكتشفش الترابيزه. ما هو شيء طبيعي، لازم الفاسلز اوف سكيليتال ماسل توسع، ولازم الفات يتكسر لفاتي اسيد از سورس اوف انرجي. دول اهم النقط اللي جمعناها في الاوتونومي. 9 ورقات
حاولت بقدر الامكان اخلي الدنيا سهله قوي. في نقطه اخيره عايز اقولها، الريلي اوف الباراسمباثيك. طلبه بتقرا في الكتاب عن اسماء نيوكليون، ادنجر فيستيفال نيوكليس، سوبيريور سيريبرال نيوكليس، في اول الكتاب ودايما يسالونا دكتور انا مش فاهمها والكلام ده عليا. عليك في الشغل، عمر ما دكتور فاكر هتيجي تقول لك اسماء الريلي اوف نيوكليون بتاعت البارا سمباثيك في ام اس كيو، لان الكلام ده تبع اناتومي هيد وليك سنه ثانيه. اللي بيسال في الحاجات دي هم الدكاتره الاكسترنال اللي انت هتمتحن معاهم في اخر السنه.